اشترك فنلندا بأطول حدود لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي مع روسيا، حيث يبلغ طول الحدود بينهما 1340 كيلومتراً، مؤمنة حالياً بواسطة أسوار خشبية خفيفة. غير أن هذه الحماية الخفيفة على وشك أن تتغير مع إعلان هلسنكي البدء بتشييد سياج بطول 200 كيلومتر لحماية نفسها وتعزيز أمنها ضد أي محاولات لاختراق الحدود. وبحسب الدولة الإسكندنافية فإن قرار بناء السياج الجديد اتخذ في المقام الأول بسبب ارتفاع أعداد الروس الذين يسعون للهروب من التجنيد الإجباري للقتال في أوكرانيا واختراق الحدود ودخول الأراضي الفنلندية. حرس الحدود الفنلندي أعلن أن ارتفاع السياج سيصل إلى 3 أمتار وسيوضع فوقه سلك شائك، كما سيتم تثبيت كاميرات للرؤية الليلية وكشافات ومكبرات صوت في أقسام معينة من السياج. وقال جهاز حرس الحدود الفنلندي إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجريبي بطول 3 كيلومترات في منطقة إيماترا بحلول نهاية يونيو المقبل.